افتتحت مكتبة الكويت الوطنية المعرض الهنغاري المخصص للكتب والصور والأفلام التسجيلية، متضمنا أكثر من 100 كتاب، فيما أظهرت صور المعرض المتعددة معالم هنغاريا السياحية والثقافية والتراثية، كما حظي حفل الافتتاح بحضور لافت. وبهذا التعاون والتفاهم والانطلاق نرسخ قاعدة أن الثقافة للجميع، وفي جميع دول العالم تكون الثقافة لغة واحدة بكل ألوانها، الأدب، المعرفة، الموسيقى، التراث، وكل هذه الألوان نعبر عنها من خلال المعرض الثقافي الهنغاري لدى دولة الكويت.